يا شيخ أحسن الله إليكم، رجل كان عنده شيء من الجهل في العقيدة، فكان يذبح لغير الله وحج في أثناء هذه الفترة، ثم بعد فترة من الزمن بعد الحج أقلع عن ذلك وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، هل حج يجزء عن حجة الإسلام أم لا؟ هذا الرجل يعمل أشياء تخل بالعقيدة كالذبح لغير الله، نعم، ثم حج وهو على هذه الحال، فهل حجه مقبول؟ نقول الجواب عن هذا أن نسأل، هل هو جاهل يحسب أن هذا لا بأس به؟ إن كان جاهلا لا يدري فحجه صحيح، وإن كان يدري أن ذبح لغير الله شرك فإن حجه ليس بصحيح. هو يعلم قد يعلم أن ذلك محرم، وقد سمع يعني بعض الفتاوى في هذا، ولكن ربما لا يعلم أنه مخرج من الملة، وهو يعتقد أنه إذا لم يذبح أن ذلك سيعود بالضرر عليه. أحسن أن نعيد حجه في هذه الحال لأنه يعلم التحريم، نعم، وكان عليه حين علم التحريم أن يقلع، نعم، ما الذي جعله ينتهك المحرم؟ فالاحتياط أن نعيد حجه، نعم.